نفذت قطاعات مهنية وشركات خاصة إضرابا عن العمل ليوم واحد في السودان استجابة لدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات معارضة تمهيدا للإضراب الشامل والعصيان المدني. وشارك أطباء وصيادلة ومحامون وصحفيون في الإضراب وفق تجمع المهنيين السودانيين، بينما استمرت المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية في أعمالها. ويأتي الإضراب أيضا في ظل تظاهرات تشهدها البلاد وهي متواصلة من شهر ديسمبر الماضي للمطالبة بتنحي عمر البشير. وللمزيد تنضم الينا في الاستوديو حاجة فضل كورنديس المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، مرحبا بك معنا. بداية نريد ان نفهم من هو تجمع المهنيين السودانيين؟ كثر الحديث عنه في الداخل والخارج مؤخرا، هل هو تجمع للمهنيين فقط ام هو منصة سياسية؟ اي تأثير له اليوم في السودان؟ مرحبا، اهلا وسهلا وشكرا لاستضافتكم. التجمع المهنيين اصلا يعني معروف ان النقابات هي الجسم اللي بيمثل كل العمال وكل الحرفيين وكل الموظفين. نعم. فعندما أتى هذا النظام، نظام البشير، سيطر على النقابات اللي كانت الملجأ الرئيسي لكل مظلوم. وحينها ومنذ عام 1989 حينها بدأ اللجان او بدا التجمع في 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 تنظيم موازي للنقابات اللي هي اسمها نقابه المنشاه كما يطلق عليها، نفذ عليها النظام قانون المنشاه. فبدات كل مهنه في تنظيم نفسها تحت مسمى او تحت جسم، لجنه او نقابة شرعية أو غيره. يعني هو اليوم في إطار هذا الحراك يمثل المهنيين وليس منصة سياسية أو ما شابه. نحن مهنيين، نحن نقابيين وليس سياسيين. وليس سياسي. نعم. دعم، لأنه اليوم في السودان يبدو أن تجمع المهنيين هو من يقود هذا الحراك. نعم. ودعا إلى إضرابات ومظاهرات ولكن بشكل متفرق، سواء في الأحياء أو يعني أيام يكون فيها حراك وأيام لا. يعني هل هذا يعكس عجز عن استقطاب الشارع السوداني أم هي استراتيجية؟ لماذا لا يوجد حراك متواصل اليوم؟ لا، تجمع المهنيين كما ذكرت لك هو منصة نقابية وليست سياسية. نعم. وقد هذا لا ينفي بأن هنالك مجموعة قد وقعت معنا على ميثاق الحرية والتغيير، مجموعة السياسيين وأنتم كنتم طرف فيه. نعم. نعم. كلنا قد تم توقيع هذا الميثاق من أحزاب سياسية ومنظمات العمل المدني، ولكن نحن أيضا داخل هذا الميثاق، أو نحن الذين أسسنا مع هؤلاء على هذا الميثاق وقعنا على هذا الميثاق. بالنسبة للتظاهرات اللي عمت الشوارع، هي تظاهرات يومية ولكن بجدول. نحن نسير هذه المظاهرات أو التظاهرات بجدول. يوم الخميس مثلا من الأيام المشهودة جدا والمعروفة بأنه يتفق عليها كل الشعب. نعم. وكل القطاعات المهنية. دعوتم إلى إضراب عام في السودان، ولكن كانت هناك محلات مفتوحة، كانت هناك شركات تعمل، كان هناك بنوك. الإضراب لم يكن ناجحا 100%، ودعوتم إلى إضراب شامل أو تمهيد هذا الإضراب. اليوم سيكون تمهيد لإضراب عام وشامل، ماذا تعنون بذلك؟ هل سيكون عصيانا مدنيا شاملا وكاملا في السودان؟ نعم. هنالك فرق بين الإضراب والعصيان. نعم. المدني يا أستاذ. نحن اليوم دعينا لإضراب سياسي. نعم. لإضراب وليس لعصيان مدني. لإضراب سياسي شامل. نعم. نعم. الإضراب السياسي على الموظفين، كل مهنة تختار الوسيلة التي تنفذ بها هذا الإضراب. نعم. بعض المهن ذهبت إلى مكاتبها ولم تعمل، في بعض المهن التي اختارت الجلوس بمنازلها، وفي بعض المهن اللي اختارت كل مهنة اختارت الوسيلة اللي بتستطيع عبرها تنفيذ هذا الإضراب. ولكن يعني هذا الإضراب اليوم قد أدهشنا، بل ممكن نقول بأنه قد فاق تصورنا. فنسبة الإضراب اليوم بالسودان، كل الذين رأوا هذا يقولون بأن الشارع كان في حالة شلل
كامل. ويبدو أن النظام استجاب ولو جزئيا لمطالب الشارع، قدم العديد من التنازلات. اليوم هو المطلوب من الرئيس عمر البشير ومن النظام البشير؟ هل إذا تغير البشير على رأس النظام هل هذا سيكفي للمعارضة والمتظاهرين، أم هناك رغبة في تغيير النظام بأكمله؟ نحن مطالبنا ليست تغيير البشير، فإن البشير ليس القضية الرئيسية. القضية الرئيسية أو مطلب الشعب الرئيسي هو ذهاب النظام. نعم. ذهاب النظام و أو إسقاط النظام و ثم بعد ذلك نأتي إلى أن نعمل على فترة انتقالية من 4 سنوات تمثل فيها الكفاءات، وهذه الفترة الانتقالية تسير عبر دستور انتقالي وقعد عليه كل التنظيمات في. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك. أعتذر لأن وقت الفقرة انتهى. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا على استضافتك. حاجة فضل كورونديس المتحدثة باسم تجمع النهائي. شكرا جزيلا. شكرا.